السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير وغرد نوري. واليوم الخميس 3 ذو القعدة 1443 هجري، حلقة الفواكه بالطائف. ما شاء الله المشمش دحين في ذروته، والبخارة التوتي الحمراء بدت تهل، الخضرة حقتها لسه ما هلت. طبعا الحماد لسه، الناب لسه، العنب لسه، والبقية تفاح قرش صغير موجودة صغير حتى البلد الطايبي، والمغبرة ذي، والخضرة الخارجي، الخضرة الخارجيات هذه ما شاء الله تبارك الله. طايفنا خارج المنافسة، طايفنا ولا لا يا عبد، خارج المنافسة احنا. ايه بواقع الطايف خارج المنافسة، نعمة وخير والله على الجو، حتى جونا خارج المنافسة ما شاء الله. هذه نعمة من الله، الله اعطانا الخير هذا والجمال هذا والطبيعة هذه. لو تقعد على صخرة كده طبعا ما ننسى توت الطايف البلدي، توت الطايف البلدي. الله